السلام عليكم طلاب، شلون الصحة؟ إن شاء الله تكونون بألف خير. بإذن الله بالفيديو مال اليوم راح أشرحلكم الجزء الأول من المزمة الثامنة. أول سلايد يبدي عندنا إحنا، عندنا بيه فد مثال على الدائرة اللي أخذناها بنهاية المزمة السابعة. أخذنا بنهاية الدائرة بنهاية المزمة السابعة. فالدائرة بيها عندنا إحنا فد مقاومتين على البيس اللي هي RB1 و RB2. شلون احنا من عندهم لازم نطلع ار ثيفنن، وشلون احنا من الفي سي سي واتحاد هذين المقاومتين لما احنا نستخدم فولتج ديفايدر رول على الار تي على الار بي 2 نقدر احنا نطلع الار ثيفنن والفي ثيفنن هم مالتنا احنا. نجي سوا نطق السؤال. Example: Determine the voltage VCE and the current IC for the circuit shown. حدد قيمة الفولتية VCE، قيمة التيار IC اللي هي فولتية ما بين الكوليكتر والإميتر، وقيمة تيار الكوليكتر لهاي الدائرة المرسومة عندنا. عندنا احنا كل القيم واضحة عندنا، عندنا بس قيمة واحدة ما موضحة بالرسم اللي هي البيتا مال ترانزستر. البيتا مال ترانزستر مالتي اني حاليا هي قيمتها هنا 140. اوكي، نجي اول شيء على الار ثيفنن تساوي ان ار 1 توازي ويا الار 2. هذا الشيء توضح عندكم نهاية المزمة السابعة. ار 1 هي هاي المقاومة اللي فوق 39 كيلو اوم، ار 2 هي المقاومة اللي جوا اللي هي 3.9 كيلو اوم. حاصل توازيهن شنو معناتها؟ معناتها حاصل ضربهن على حاصل جمعهن. هذا الشيء هو معناته توازي مقاومتين. فR1 ضرب R2 على R1 زائد R2 تطلع لي هاي المقاومة 3.55 كيلو. هاي المقاومة هي عبارة عن R Thevenin. أوكي، R Thevenin. بالنسبة للE Thevenin، الE Thevenin هي عبارة عن الفولتج ديفايدر رول على R2، معناتها هي الفولتية الكلية في R2 على مجموع المقاومتين. الفولتية الكلية 22 كيلو، هياتها موجودة عندي هاي 22. في R2 هي المقاومة اللي جوا، لا تنسون R1 المقاومة اللي فوق، R2 هي المقاومة اللي جوا 3.9 كيلو اوم على مجموعهن. نفس المقام ما قبل شوي كان عبارة عن مجموعهن، هذا من مجموعهن 39 كيلو اوم اللي هي R1 و 3.9 كيلو اوم اللي هي R2. طلع لي الاي ثيفنن هو 2 فولت. هسه اقدر احسب الاي بيس تساوي اي ثيفنن ناقص في بي اي على ار ثيفنن زائد بيتا بلس 1 ار اي. بالمناسبة هذا كل اشتقيناه بنهاية المزمة السابعة. خلينا نشغلها المزمة السابعة. نهايتها هاي هاي R Thevenin توازيهن والE Thevenin شلون نحسبه، والI base همينه E Thevenin ناقص VBE على R Thevenin زائد بيتا بلس 1 RE. هذا هو هذا احنا هسه قاعد نستخدمها لهاي القوانين. فE Thevenin هي 2 فولت هسه حسبناها. VBE دائما نعوضه بدلها 0.7 لان احنا نعتبر هو ماتي اني هذا الدايود بهذا المكان ماتي اني بالترانزستور هو فورورد بايازد. الR Thevenin حسبناها احنا بالبداية 3.55 كيلو زائد بيتا بلس 1، البيتا هي 140 بلس 1 يصير 141. ار اي هي هاي المقاومة موجودة على الإميتر اللي جوا 1.5 كيلو اوم، هياتها هاي 1.5 كيلو اوم. هسه ما تعاد حسابية 2 ناقص 0.7 1.3 3.55 كيلو تنزل كما هي، ال 141 اضربها في 1.5 يصير عندي هذا المقدار. اسوي هاي العمليات الرياضية يطلع لي الاي بيس هو 6.05 مايكرو امبير. مايكرو معناتها في 10 قوى سالب 6. الاي كولكتر هسه اخيرا بدينا نوصل لمطالب مع السؤال مات يعني. الاي كولكتر هي بيتا اي بيس، بيتا قيمتها 140 والاي بيس قيمتها 6.05 مايكرو امبير. اسوي هاي عمليه الضرب الرياضي يصير عندي 0.85. بس ركزوا قيمه تيار البيس 6.05 بينما قيمه تيار الاي كولكتر هو 0.85. هل هذا الشيء معناته بين اي كولكتر اقل من الاي بيس؟ الاجابه هي لا. ليش؟ لان عندي الاي كولكتر بالملي امبير بينما الاي بيس بالمايكرو امبير، فهاي قيمة تيار الكولكتر أعلى. لا تشوفون هذا الرقم أقل من هذا بالكم معناته إذا آي بيس أعلى. مايكرو أمبير في 10 قوى سالب 6 اللي هي أصغر من 10 قوى سالب 3 مال ملي أمبير. الـ VCE هي VCC ناقص آي سي، أفتح قوس كبير RC زائد RE. هاي شنو هنا؟ هنا افترضنا بين قيمة تيار الإيميتر وهنا نفس قيمة تيار الكولكتر، عم شوية سهل الحسابات مات يعني. فالـ VCC هي 22 ناقص آي كولكتر وهذا 0.85 هاي نزلتها. اي كولكتر هي المقاومة اللي فوق اللي هي 10 كيلو اوم زائد ار اي هي هاي المقاومة الموجودة عندي اللي جوا اللي هي 1.5. فهذني اجمعهن 10 و 1.5 يصير عندي 11.5، وراها اضربها في هاي الكيلو ويا الملي راح وحدة تكنسل الاخة، فحصير العملية وكأنه عملية ضرب مباشر ما بين 0.85 في 11.5. اوكي، بس هنا تحول الى فولتس. ليش هنا عندي امبير وهنا عندي اوم؟ حاصل ضربهن هو فولتس. ولها عملية الطرح من قيمة المصدر ماتي يعني اللي هو 22 يطلع لي هذا المقدار الأخير. زين، ننتقل هسه على آخر دائرة موجودة عندنا بهال شو اسمه بهالجزء من الفيديو. An improved level of stability can be obtained by introducing a feedback path from collector to base as shown below.
مستوى محسن من الاستقرارية من الممكن الحصول عليه عن طريق بأن احنا شنو نسوي في الطريق فيدباك، طريق تغذية عكسي، اوكي، طريق تغذية عكسية من الكولكتر للبيس اللي هاي المقاومة. لو تشوفون هاي المقاومة مال البيس، كان سابقا البيس دائما هي مقاومة لو موجودة منها للجراوند او مقاومتين، واحدة لي فوق واحدة لي جوا. هسه لا، هسه سويناها بأن هي صارت فيدباك ما بين الكولكتر وما بين البيس. First, analyzing base emitter loop will be performed. Then the result will be applied to collector emitter loop. أول شيء راح نحلل ال base emitter loop اللي هو اللوب مالتي يعني يشمل القاعدة والباعث. بعدين النتائج اللي من هذا اللوب راح أخذها وأعوضها على ال emitter collector loop، اللوب اللي هو ما بين الجامع والباعث مالتي يعني. نيجي وش على ال base emitter loop. The figure below to the right shows the base emitter loop. بالنسبة أنا عندي لل base emitter عندي هذا الرسم هو يوضح العلاقة مالتي يعني. Writing Kirchhoff equation gives. هذا الرسم إذا قاعد يدوخكم اعتمدتوا على هذا، ما عندنا احنا أي مشكلة هنا. أنا شو راح نقول؟ راح أمشي هاني بهذا الطريق ما بين البيس والإميتر. فش راح أقول؟ VCC ناقصا هنا أنا التيار اللي يمر بهالمقام هو مو I collector، وأنا ما I collector داش. ليش؟ لأن أكو جزء من الـ I collector قاعد يمر روح للكولكتر، وجزء من عنده هذا I collector داش يروح للبيس. فهنا أنا اضطرينا نعرف متغير جديد اسمه I collector داش. فش راح نقول؟ VCC ناقصا I collector داش R collector، هاي داش تشوفوها R collector ناقص نكمل الطريق مالتنا. هذا هو نفسه I base R base ناقصا I base R base ناقصا هنا ما عندي فولتيه، ما عندي فولتيه هنا، هنا عندي ما بين البيس والإميتر عندي VBE هياتها ناقصا، هذا عندي آخر شيء ناقصا IERE سانة صفر. هذا احنا مو جديد بالنسبة لنا، هذا اللوب كله جديد، بس هاي الاي داش سي. ليش ما قلنا اي سي ار سي؟ الاي سي هو التيار الرسمي يروح للكولكتر، بس احنا عندنا هذا التيار اللي قاعد يمر بالمقاومة هو مو نفسه اللي قاعد يروح للكولكتر، وانما هذا قاعد ينقسم الى قسمين، هذا الاي داش سي قاعد ينقسم دي يصير اي كولكتر ودي يصير اي بيس. احنا سلسلة الحسابات راح نقول بان هو تقريبا هو نفسه اي كولكتر، بس احب اوضح لكم هاي النقطة الاساسية. It is important to note that the current through RC is not I collector, but it is I dash collector, where I dash collector is an I collector than I base. من المهم الانتباه بأن هو التيار المار خلال R collector هو نفس هو ليس R collector، وإنما هو I dash collector. اللي هو شيء ساوي يسوي إنه مجموع. نشوفوا هذا I dash collector لما قاعد ينزل هنا قاعد ينقسم إلى جزئين، جزء من عنده يروح دي يصير I collector، جزء من عنده قاعد يروح دي يصير I base. However, the values of I collector and I dash collector are larger than I base, so we can see that I collector is an I dash collector. ولكن قيم ال I collector وال I dash collector هي أكبر بهواي من قيم ال I base. إذا إحنا نقول للتقريب نقدر نقول بين I collector هي نفسها قيمة I dash collector. يعني نفترض بأن قيمة هذا التيار يساوي صفر، وكون هذا التيار كويته اللي قاعد يجي بالمقام I collector هو نفسه كويته قاعد ينزل لهنا. بس عم نسهل الحسابات مالتنا. Also, we can say that beta plus 1 equals beta. Since beta is very large, so I emitter and I collector, so we get. هنا نقدر نقول بين البيتا plus 1 هي نفسها البيتا. ليش؟ قيمة البيتا عادة كبيرة للغاية. إذا I collector هو نفس I emitter. فإحنا نحصل على هالمعادلة. نجمع VCC نزلت كما هي. I collector dash عوض بدلها I collector هي نفسها بيتا I base نزلت هاي هياتها. I base R base نزلت كما هي. VBE نزلت كما هي. I emitter هي المفروض بيتا بلس 1 الكل مضروب في I base. اوكي بيتا بلس 1 داخل قوس هاي بيتا بلس 1 الكل مضروب في I base. بيتا بلس 1 قلنا تقريبا نفسها بيتا. فبيتا بلس 1 نفسها بيتا وI base هي هياتها. هاي بس ايش عم نسهل الرياضيات مالتنا احنا. Gathering terms we get. شو معنى هاي gathering terms we get؟ بس الحدود اللي بيها I base احطها واحد بصف الاخ، الحدود اللي ما بيها I base احطها واحد بعيد عن الاخ. فVCC والVBE ما بيها I base احطهن هيك على اليسرى كلش. اوكي من اقلتهن للحد العالي منها فبعدها نفس الاشاره، VCC موجبه والVBE سالبه هياتهن. الحدود اللي بيها I base اللي هاي عندنا احنا ثلاث حدود، هذا وهذا وهذا، وديتهن على اليمنى. اوكي الحد اللي بيهن بيتا اي بيس اخذ بينهم عامل مشترك اللي هو بيتا اي بيس، الحد الاخير والحد الثاني. فيصير عندي بيتا اي بيس، هذا الحد ايش حيبقى من عنده ار كولكتر، وهذا الحد ايش حيبقى من عنده ار ايميتر. ركزوا هنا داخل الاقواس صار الجمع. ليش؟ انا اخذت الطرح عامل مشترك، هذا لمن افوته داخل الاقواس راح تطلع مالتي الاشاره السالبه ترجع لنا. ناقص اي بيس ار بيس سنه صفر اللي هو هذا الحد الاخير. هسه احنا ايش نريد احنا من هذا الحد كله؟ نريد نطلع احنا قيمه الاي بيس. فالحدود اللي بيها اي بيس راح اوديها لهذا الحد العالي منه، اخذ الاي بيس عام المشترك وراح اقسمها. راح يصفى عندي من الاي بيس يفد معادله الحدود اللي ما بيها اي بيس تصير عندي موجوده بالبسط اللي هاي في سي سي ناقص في بي اي. اما الحدود اللي كانت مضروبه ويا الاي بيس تصير عندي موجوده بالمقام. فا ار بيس هذا شوف هذا الحد وحده ار بيس زائدا هذا الحد لما اطير من عند الاي بيس حيبقى عندي بيتا ار كولكتر زائد ار ايميتر اللي هاي. اوكي
هسه نجي على اللوب الاخ. هذا اللوب الاخ شلون صار؟ هذا اللوب ناخذ احنا من هنا على جهة اليمين. فش راح نقول؟ VCC ناقصا I-CRC ناقصا VCE ناقصا IERE سنة صفر، اللي هو نفسه هذا، بس هنا كيتا مضروب في إشارة سالب واحد. ليش؟ بس عمود VCE تبقى عديم موجبة. تجون تقولون موجب VCC ناقص هذا الحد ناقص هذا الحد ناقص هذا الحد يساوي صفر، هو نفس هذا الهسة موجود عندكم. وراها شرح نقول الاي داش كولكتر هي نفس هاي كولكتر لتسهيل الرياضيات فقط، والاي ايميتر هي نفس الاي كولكتر، هاي مود نسهل الرياضيات. شرح يستفادنا الفي سي سي نازله كما هي، الفي سي اي هم نازله كما هي، هذا الاي ايميتر وهذا الاي كولكتر داش اعتبر ان هي اثنين اي كولكتر الاعتياديه. هاي عباره عن اي كولكتر مضروب في ار ايميتر، وهاي عباره عن اي كولكتر مضروب في ار كولكتر. فاقدر اخذ الاي كولكتر عن هي عامل مشترك، يصير عندي ار كولكتر زائد ار ايميتر. هذا الشيء بس عم تسهيل الرياضيات مالتنا. الفي سي اي ثانيا نطلعها هي بدل الذني، فالفي سي سي لما تروح لهنا تصير اشارتها موجبه، وهذا الحد هو حاليا موجب، لما يروح لهنا تصير اشارته سالبه. هذا الشيء راح اعوضاني بهذا المثال الموجود عندي. نجي نحسب هذا المثال. هذا المثال هو بالضبط نفس هاي الدائره السابقه، من عاده شنو؟ بدل ما ار كولكتر وار بيس وبيت شنو صار عندهم قيم. اوكي، هاي القيم مالتهم هن. Example: Determine the values of I collector and VCE for the circuit shown. جت قيم تيار الكولكتر والVCE لهاي الدائرة الواضحة موجودة عندكم قدامكم. I base يساوي VCC ناقص VBE على R base زائد بيتا، R collector زائد R emitter. هذا نحن اشتقيناه بالصفحة السابقة اللي هو هذا هياته. I base يساوي VCC ناقص VBE على R base زائد بيتا، RC زائد RE. هذا هو نفسه نزل كما هو. نجي نبع VCC هياتها 10 فولت نزلت. VBE تعطى بالسؤال أو ما تعطى على اسم عوضوها 0.7. أوكي، نعتبر بأن هذا forward bias سيليكون. R base هي هيات المقاومة 250 كيلو أوم. بيتا معطى داخل هذا المستطيل الأصفر اللي هي 90. R collector زادا R emitter. R collector هاي المقاومة اللي فوق 4.7، والR emitter هي هاي المقاومة اللي جوا 1.2. فوش هي سعادة الجمع بيناتهم 4.7 زادا 1.2 يطلع لي 5.9 اللي هي 5.9. هاي 5.9 أضربها في 90 اللي هي البيتا ونحصل الضرب، يلا أجمعه ويا هذا المقامات، يعني يصير عندي هذا المقام الموحد وكمل العمليات مات. يعني 10 ناقص 0.7 هي 9.3، 250 تنزل كما هي. هذا الحد شلون طلع؟ صارت أول شيء عملية الضرب هاي، سوري عملية الجمع هاي داخل أقواس، بعدين عملية الضرب طلع لي هذا الحد، وراها جمعت ما بين هذين الحدين طلع لي هذا الحد. هسه يلا سوي عملية القسمة، يطلع لي بين قيمة تيار الاي بيس هو 11.91 مايكرو امبير، اللي 10 قوة سالب 6 امبير. الاي كولكتر تساوي بيتا اي بيس، هذا الحد الموجود عندي اللي فوق اللي هو هذا اضربه في بيتا اللي هي 90، فهاي 90 موجود عندي بالسؤال. اي بيس وهذا هسه طلعته طلع لي هاي القيمة، هاي قيمة تيار الكولكتر. هذا قيمته 11.91 بينما هذا قيمته 1.07، بس هذا ملي امبير، يعني هذا السكيل مالته 1000 مرة بقد هذا. اوكي، فلا عبالكم هذا اكبر، هذا 11 هذا واحد، لا هذا سكيل ما اكبر يختلف. ال VCE حيساوي VCC ناقص IC الكل RC زائد RE. ال VCC موجود عندي بالسؤال 10 ناقص IC هسه احنا حسبناها 1.07 ملي يا 10 قوس سالب 3، RC المقاومه اللي فوق 4.7 وال RE هي المقاومه اللي جوا 1.2، اجمعهن يلا اسوي عمليه الضرب. لما اسوي عمليه الضرب الكيلو ويا الملي وحده حتكنسل الاخه. ليش؟ الكيلو هي 10 قوس موجب 3 والملي 10 قوس سالب 3، بس الامبير ويا الاوم راح يصير عندي اني فولتس، ولها ساعة الطرح من العشرة يطلع لي 3.69 فولتس. بإذن الله عد هذا السلايد عد على الفيديو الجاي. إذا عندكم أي استفسار أو أي ملاحظة كتبوا لي بالتعليقات، بإذن الله ما حقصر وياكم. يلا تحياتي شباب، مع السلامة.